أهلا بكم في استعراض الأحداث والمصطلحات الاقتصادية في أكاديمية تعليم التداول للمستثمرين. مصطلح اليوم هو التدفق النقدي أو بيان التدفق النقدي. التدفق النقدي هو ببساطة حركة المال من وإلى العمل من يوم إلى يوم خلال التداول المباشر والمعاملات الغير التجارية أو الغير مباشرة الأخرى، مثل النفقات الرأسمالية والضرائب وأرباح المدفوعات. وعادة ما يتم استخدام المصطلح التدفق النقدي بدلا من بيان التدفق النقدي، وهو تقرير الأعمال الأساسي. هو واحد من أنظمة إعداد التقارير والقياس الأساسية الثلاثة لأي شركة، ويقدم بيان التدفق النقدي منظور ثالث إلى جانب حساب الأرباح والخسائر والميزانية العمومية، ويوضح البيان التدفقات النقدية والحركة من وإلى الأعمال خلال فترة معينة وبالتأكيد لمدة سند التداول، وغالبا أيضا بشكل شهري وبشكل تراكمي. ويشير هذا التقرير إلى توافر النقد في شركة ما الضروري لتلبية المدفوعات للموردين والموظفين والدائنين الآخرين، وهو أمر ضروري لأي شركة من أجل البقاء، ولذلك فإن التنبؤ موثوق به، والإبلاغ عن حركة النقد والتوافر هو أمر بالغ الأهمية.